Toujours le stagiaire, bonjour à toi. On va entamer maintenant la correction de même examen, mais on va appliquer le régime de débit. Vous savez que le régime de débit s'applique seulement sur les ventes, sur, ça veut dire des biens facturés. Voilà le corrigé, je le résume. لما قراش الفيديو الاول خصو يشوف الكوليجي في الفيديو الاول وعادي خرج هاد البارتي. اذا لو ميم كوليجي ولكن شي تغير هاد. اذا هتبقى في البلاصه بحالا هتغير غير هادي. اذا هتبقى ماشي 40%. اذا ملي كنبيعوها كنحسبوها كامله. اذا كدير 414.20. إذا شحال كتجيب سوف لأنها كوريجين إذن لا توتاليتي إذن 82 800 والاخرين كيبقاو اكزونوغي و اور شون و التوتال كيتغير هنا 82 800. و بالنسبة ما كيوقع لا حتى شي تغيير. اذا غتبقى لنا بوزيتيف. اذا التبيع دو غتبقى لنا بوزيتيف 82 800 ناقص 53 994 كتساوي 28. 136 دولبل. إذا هنايا مكاينش كتدير دو تبيع تبيع سومونتون دو إيتو إستي أوكو. إذا سومونتون أكوان سومونتون سم إي أبي سي trésor. Le coût du monde. Merci beaucoup.